لازم تاكلي الضعف، بيقولوا لازم تاكلي ضعف اللي بتاكليه عشان تتاكلي. مساء الخير ازيكم؟ ده تاني؟ مساء الخير ازيكم؟ دايما بيقولوا للست الحامل اثناء فتره الفطار بتاعتها كلي كتير، انت بتاكلي الاثنين، المفروض تضاعفي كميه الاكل اللي بتاكليها، ده صح ولا غلط؟ هنعرفه من دكتور بهاء. لا طبعا دي معلومه شائعه اكيد عند الناس، وتلاقي دايما الامهات يبتدوا ياكلوا بناتهم لما يكونوا حوامل كتير جدا، تقول لها انت بتاكلي اثنين. المعلومه الصحيحه ان الطفل بياخد 20% زياده بس من السعرات الحراريه اللي الام بتاخدها، يعني لو كانت بتاكل واحد هتاكل 1.2، مش هتاكل الضعف. يعني مثلا لو بتاكل 6 معالق رز في الوجبه، المفروض انها تاخد 7 بس، مش تاخد 12 معلقه رز. فلا هي مش محتاجه اكل كتير خالص، لكن تاكل الاكل الصحي المفيد اللي هيساعد على نمو الطفل بتاعها من غير ما هي تضره، والسمنه عند الام عمرها ما بتنعكس ان يبقى الطفل وزنه كتير اثناء الولاده.